إنجاز تاريخي للمغرب، ذهبيتان في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 بفضل نوال المتوكل وسعيد عويطة. سجل المغرب حضورا مميزا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984 في لوس أنجلوس، وذلك بفضل إنجازين تاريخيين حققهما العدائان نوال المتوكل وسعيد عويطة. إذا كنت مغربية وعمرك 40 عاما، فالأرجح أن اسمك نوال، ذلك لأن العداءة نوال المتوكل كانت أول امرأة عربية تفوز بميدالية ذهبية في 8 أغسطس من عام 1984، وكان الحدث عظيما بالنسبة للملك الراحل الحسن الثاني وقتها، فأمر بأن تسمى كل مولودة في ذلك اليوم باسم نوال. ووصف الملك الراحل عويطة ونوال بشخصين بارزين في رياضة ألعاب القوى، رفع الراية المغربية في مختلف المحافل الرياضية الدولية، وحقق إنجازات مميزة ساهمت في التعريف بالمغرب على الصعيد العالمي. لما لأول مرة في الألعاب الأولمبية الراية المغربية ظهرت مع عويطة ونوال، سألوا واحد العداد، شكون هاد مولوكو؟ عرفوش. وأصبحوا من بعد اللي سولوا هاد السؤال تعرفوا مولوكو بعويطة وبنوال أكثر ما تعرفوه بملكي المتواضع الخادم. نوال المتوكل نجمة ساطعة في سماء ألعاب القوى، خطفت نوال المتوكل الأنظار بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، مسجلة بذلك رقما قياسيا إفريقيا جديدا. لم يكن هذا الإنجاز عاديا، بل كان سابقة تاريخية، حيث أصبحت أول امرأة عربية وإفريقية تفوز بميدالية ذهبية في هذه الرياضة في تاريخ الألعاب الأولمبية. تعتبر نوال المتوكل رمزا للإلهام للجيل الحالي من الرياضيين المغاربة، خاصة للنساء، لما قدمته من تضحيات وإنجازات عظيمة رفعت اسم المغرب عاليا. سعيد عويطة، قطار لوس أنجلوس السريع لم يكن إنجاز نوال المتوكل وحيدا، بل تله إنجاز آخر لا يقل أهمية حققه البطل سعيد عويطة، حيث حصد الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر. لم يكتفي عويطة بالفوز بالميدالية الذهبية، بل حطم الرقم القياسي الأولمبي المسجل بزمن 13 دقيقة و59 جزءا من المئة، ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة ألعاب القوى. وصف إنجاز سعيد عويطة بلحظة تاريخية لرياضة ألعاب القوى المغربية والعربية، وفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. وصرح البطل المغربي سعيد عويطة في وقت سابق لإحدى الجرائد الفرنسية بخصوص هذا التتويج: لقد درست جيدا خصومي في المباراة النهائية، ووضعت استراتيجية لمعرفة إيقاعهم في العدو، وبقيت لوقت طويل وراء الخصم الذي كان يحتل المرتبة الأولى، ولم أكن لأسرع إلا في اللفة الأخيرة، كنت أعرف من أعماق قلبي أنني سوف أفوز، خصوصا بعدما تمكنت من السيطرة على السويسري ماركوس ريفيل والبرتغالي أنطونيو ليتيو. Det är marokkanen som överlägsen och känner det.
och som vinner och sätter olympiskt rekord. Där och 3000 och 5000 meter. Frågan var före OS vad han skulle välja. Han valde 5000 och han valde rätt. 13.05 och 6.